النهارده من لكم بس جديد ومباشر، وتحديدا في موقف مدينة بنها العمومي بمحافظة القليوبية لتدشين أوتوبيسات لنقل المواطنين من مدينة بنها إلى العاصمة الإدارية بأوتوبيسات مكيفة. طبعا اللواء عبد الحميد الهجام محافظ القليوبية بيتفقد الآن تلك الأوتوبيسات. حاليا اللواء عبد الحميد الهجان يرافقه نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظه لتفقد الاوتوبيسات لنقل المواطنين من بنها الى العاصمه الاداريه الجديده باوتوبيسات مكيفه.